واسمه مندي. مندي ما راهوش يلعب كامل، وشفنا المردود الهزيل تاعو في كاس افريقيا. لماذا؟ لكانه ما كانش يلعب بانتدام مع فريق فياريال. اليوم محمد اليوم بالماضي عليه ان يلقى حلول في وسط الدفاع، مهم جدا، لاننا خاصه ان نعرف قوه ضربه الكاميرونيين هي الكرات العاليه ووسط الدفاع. احنا لازم عنده ربع اللاعبين في وسط الدفاع يختار منهم. لا اعتقد بانه راح يجيب لاعب جديد ويقحمه في مباراه ما يقدرش يجيب واحد جديد. عنده توغاي، عنده ربما بوتيت يجيب توبا، بدران ماهوش يلعب، عنده توغاي، عنده بدران، عنده بالعمري، وعنده مندي. هذا الرباعي راح يختار منهم لاعبين. بدران ماهوش يلعب، بدران ماهوش، ربما الجديد سيكون ربما اقحام طاهرات امام المدافعين من اجل تعزيز، نعم، من اجل تعزيز هاته. ربما قالك يدخل بن سبعيني فلاكس ويحبط من تحت الشتي. لا اعتقد بانه سيغير في مباراه الذهاب.